أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل يوجد فرق بين قراءة الأذكار غيبا وبين قراءتها من كتيب من ناحية الأجر وخاصة عند الطواف؟ المدار على النية والقصد. نعم. سواء قرأتها من كتاب أو دعوت بها عن ظهر قلب، المدار على النية والإخلاص لله عز وجل. ولكن إذا قرأت من كتاب فاختر الكتاب الصحيح الذي يعرف مؤلفه وكاتبه، والأحاديث التي فيه تكون أحاديث صحيحة مخرجة. نعم.